اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي فاج من قناة سامية. في اليوم بعمل مقارنة ما بين الاي 5000 وما بين الاس اكس 900، مثل ما شرحت لكم في الفيديوهات اللي قبل. ومعظم الفيديوهات اللي انا كنت اشرحها حتى الاخيرة كانت كلها على الاس اكس 900، لانه ما يفرقون. زين، اول شيء عند السلم الموسيقي، طبعا الاي 5000 يتميز السلم الشرقي برا، ومثل ما تشوفون الجويستيك، وكلكم تعرفون استخدامها السلم الشرقي وشرحنا فيه. الاس اكس 900 فقط الجويستيك، وفي اللي هو الهولد، وفي اللي هو الاسنيبل. زين، الشكل ذيته نفس الشيء، ما يختلف عن الاي 5000، الريجستريشن والساينك والانترو كل مثل ما هو. شوفوا نفس الشيء، هذا الاي 5000 نفس الشيء، لاحظ نفس الشيء، ما يختلف اي شيء عن الكيبورد الثاني. انزين، الشيء الثاني عندك هنا الكنوبزات في الاي 5000، نفس الشيء في الاس اكس 900 الكنوبزات موجوده نفس الشيء. زين، ني الحين عند الشيء الثاني اللي هي الميموري الداخلي للكيبورد. الميموري الداخلي للكيبورد في الاي 5000، لاحظ معايا اذا جينا هني عند البارميتر لوك والستورج، الاي 5000 فقط عاطينا 2 جي بي، بينما اذا جينا في الاس اكس 900 ني عند الستورج لاحظ معايا 4 جي بي، يعني الاس اكس 900 وايد عاطينا مساحه. اذا جيت الاي 5000 في السيستم فيرجن 1، واذا جينا في الاس اكس 900 نشوف السيستم نفس الشيء فيرجن 1.05، يعني حتى الاس اكس حتى في الفيرجن بعد مطورينه زياده. الحين ني عند الاصوات في الاي 5000، في مجموعه التشوير باد لو ندش عليها تلاحظ انه على طول اصوات، يعني ما في اصوات اللي هي الفوكال اللي هي الهيومنز فوكال. اما اذا جيت في الاس اكس 900 لما تيجي عند التشوير باد لاحظ معي، شوف عاطينك اصوات اللي هي الهيومن. شوف هاي الاصوات مش موجوده في الاي 5000، لاحظ معي عاطينك اشياء اللي يسمونها الجاز سكات، بينما في الاي 5000 عاطينك اصوات هيومن بس اللي هي شوف العاديه، ما فيها اللي هي بوبا اللي تستخدمها، شوف ما فيه، بس عاطينك يمكن 4، شوف اصوات بس. شوف لاحظ معي هاي المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة مجرد أصوات اللي هي الباد، لكن في الاي في الاس اكس 900 عاطينك أصوات وايد اللي هي هذا الفرق اللي الحين ما بينهم. شوف عاطينك وايد في هاي المجموعة. هاي من ناحية الأصوات. طبعا إذا جيت في الاي 5000 الأصوات موجودة اللي هي الأصوات الشرقية، يعني هني معتنين أكثر حاطين لك أصوات شرقية. في بيانو، في اللي هو السينث والجيتار والاشياء، بس مو بنفس اللي موجودات في الاي اللي هو الموجودات في الاس اكس 900. هني طبعا الاس اكس 900 ازيد لانه هو اصلا غربي، فحاطين فيه اصوات زياده. طبعا انا ما بشرح الاصوات، انا اعطيكم بس النبذه شو الفرق ما بينهم. طبعا الاس اكس 900 يتميز انك تقدر تدخل عليه وايد اشياء لانه 4 جي بي، لا تنسى ان 4 جي بي، وتقدر كمان تدخل عليه الشرقي كامل، تقدر تنقل ايقاعات الاي 5000 كامل، تقدر تنزلها على الاس اكس 900 ويشتغل معاك. هذا بالنسبه للاصوات. ومن ضمن اسئله المتابعين ان هل الاي 5000 فيه خاصيه البلوتوث؟ طبعا لاحظ معايا المنيو رقم 2 ما في خاصيه البلوتوث، ما حاطين في خاصية البلوتوث الاي 5000، ولكن الاس اكس 900 موجودة في خدمة
البلوتوث، خاصيه البلوتوث. لاحظ معي في المنيو رقم 2 في بلوتوث. طبعا هذا ما انا ما اعرفهم ليش ما حطوا فيه الشركه، يمكن يحطونه في الموديلات الجديده الجايه. اما بالنسبه لليو اس بي، فالبي اس ار اي 5000 فيه 2 يو اس بي، وفي الاون لاين والبوت لاين، وهي كلها بنفس الطريقه موجوده، يعني ما فيها فرق بينها وبين الاس اكس 900، نفس الشيء، 2 فلاش ميموري ونفس الكونكشات كلها للعلم. اذا جيت عند المايك في الاي 5000، لاحظ معي زرار المايك مكتوب لك بس مايك سيتنج، شرحت انا من كم من يوم. شوف عندك بس اللي هو الاون والجيتار وهاي الاشياء، وانا شرحت ما في فوكال هارموني اللي هو شو تحول صوتك الى حرمه ريال روبوت هاي الاشياء. اما لو تلاحظ في الاس اكس 900، لاحظ زرار المايك شو مكتوب عليه، مايك سيتنج اند فوكال هارموني. انت ما عندك الفوكال هارموني في الاي 5000. لاحظ لما تفتح هني نفس الشيء، بس اللي يفرق ان في عندك هني افكت، تفتح الافكتات هني، هذه في عندك هني تدق مره ثانيه على زرار المايك، شوف يعطيك الصفحه هاي فوكال هارموني، هاي مش موجوده في الاي 5000. شوف هاي كلها اشياء حق المايك، تحول صوتك الى صوت نسائي هارموني ايزي بيج تشويس. شوف عندك كم، هاي كلها فوكال هارموني. هاي الخدمه مش موجوده في الاي 5000. لاحظ لما تضغط عليه ما يعطيك، لان اصلا ما في فوكال هارموني. هذا بالنسبه للمايك والفرق ما بين الاي 5000 والاس اكس 900. شرحت لكم شو الفرق ما بين الاثنين. اللي يبغى ياخذ الاس اكس 900 يقدر ياخذه، ويقدر ينزل كل الباقه العربيه اللي موجوده في الاي 5000 عليه، ولكن بيلقى يمكن مشكله واحده، لان في ناس تحب ان يكون السلم شرقي برا. يختلف طبعا عن الاي 5000، في ناس تحب ان السلم الشرقي يكون برا، ولكن الاي اللي هو الاس اكس 900 السلم الشرقي يكون داخل بهاي الطريقه. لازم تروح هني سكيل تيونج، شوف تطلع لك هاي الصفحه وتحول الشرقي. والى اللقاء مع ان شاء الله اشياء جديده.